خبر كالقنبلة وقع في آذان محبي الفنون القتالية المختلطة. اقتربنا من نزال الأصدقاء الأعداء، من صديقين ودودين إلى عدوين لذوذين. أقصد بذلك أننا اقتربنا من معركة بين خورخي ماسفيدال وكولبي كونفينغتون. نعم، النزال أصبح شبه رسمي وكذلك اقترب بشكل كبير. أتحدث لكم عن شهر مارس. أكاد لا أصدق. أتكلم بهذا الحماس لأني أعلم وتعلمون جيدا أيضا قيمة وحجم هذا النزال. معركة عنوانها الوحيد الكره والدماء. سيناريو أكثر من رائع حول هذه المعركة، سأقربكم منه من خلال هذا المقطع، فتابعوا. قبل الخوض في هذا الموضوع الشيق، أود أن أشير إلى علمكم أنه هذا السبت 15 يناير هناك نزال حارق، نزال رئيسي لبطولة UFC Fight Night قمة وزن الريشة بين جيجا شيكاتزي ضد كالفين كاتار. نزال قوي للغاية ونزالات أخرى حارقة في نفس البطاقة. سأقوم بوضع رابط المشاهدة على موقعنا lsasfight.com، فزوروا الموقع ليلة النزالات وستجدون الروابط. كذلك من أراد الربح من خلال توقع الفائز من نزال تشيكاتسي وكاتار، موقع 1xbet يوفر هذه الإمكانية. ما عليك سوى الدخول على الرابط الموجود في صندوق الوصف وأول تعليق، ثم إدخال كود برومو LSASTV لتتمكن من المشاركة. ستحصل على $100 من أجل اللعب. طريقة المشاركة سهلة، فقط القليل من البحث. حظ موفق للجميع. بداية الحديث عن علاقة ماسفيدال وكولبي تعود لسنة 2011. كونفينغتون الشاب الطالب الجامعي الذي كان يشارك رفقة فريق المصارعة الجامعي، كان شغفه الكبير بالقتال أكبر من الدراسة بشكل كبير جدا، حتى وأنه يدرس كل ما كان يهمه هو القتال. دائما صراعات وشجارات بالجملة، ليلا نهارا لا ينتهي أبدا. يحب القتال بشكل جنوني، حتى المصارعة لم تكن كافية لأن تكبح ذلك الإصرار المتوالي على القتال. كولبي كثرت شجاراته حتى في قتالات الشوارع، أصبح يقاتل في الجامعة، في الشارع، في أي مكان. طبيعة عدوانية للغاية. وللحد من هذا الأمر قرر أن يحترف رياضة الفنون القتالية المختلطة، لذلك قام بالتوجه نحو الأمريكان توب تيم هناك بفلوريدا. هذا النادي استقبله بكل حب ووفر له جميع الإمكانيات من أجل أن يستقر ويتدرب داخل النادي. هذا ليس حبا في كولبي، وإنما المسؤولون هناك لاحظوا قوته ومستواه الرائع وحبه الكبير للقتال. لاحظوا أنه مقاتل بالفطرة ويتطور بسرعة. في نفس الآونة كان هناك بالنادي شخص آخر في مثل وضعه تماما، هناك بعض الاختلافات وإنما هما من نفس الوضعية. خورخي ماسفيدال شاب من أبوين لاتينيين مهاجرين، كان يتدرب لدى الأمريكان توب تيم. ماسفيدال بدوره أيضا توجه نحو هذا النادي لسقط لموهبته في الفنون القتالية المختلطة بعدما كان مقاتل شوارع بارع. ماسفيدال أيضا لم يكن يكف عن قتالات الشوارع، لكن أكيد دائما المستقبل يكون في الرياضة المقننة. برأيكم شخصين ككولبي وماسفيدال بالمواصفات التي قمت بطرحها، أكيد إذا التقيا في مكان واحد سيصبحان أعز الأصدقاء. دائما نحن كأشخاص نبحث عمن يشبهنا لنكون صداقات معه، سواء كان جيدا أو سواء كان سيئا على حسب طبيعتنا. بالفعل أصبح لا يفارقان بعضهما تماما، نفس المنزل، نفس أماكن الخروج، يخرجان مع بعضهما، يأكلان مع بعضهما، جميع الأنشطة يتشاركان فيها، حتى في التدريب يشجعان بعضهما بقوة ليتطورا نحو الأفضل. أصبح كالإخوة تماما. سنة 2013 بطولة UFC، أقوى بطولة لرياضة الفنون القتالية المختلطة، قامت بالتعاقد مع ماسفيدال، وهذا الشيء كان أشبه بالحلم. عاما بعدها مباشرة UFC ستتعاقد مع كولبي كونفينغتون أيضا، شيء أشبه بالحلم. تخيل معي أنت وصديقك تتدربان معا ولديكما نفس الحلم وتسعيان لنفس الهدف
ثم يتحقق لكما بعد سنوات قليلة وفي فترة متقاربة. الأمر كان رائعا جدا. خلال نزالتهما باليو اف سي كان كولبي يدخل مع ماسفيدال في الطاقم التدريبي، ثم يقع العكس أيضا ويشجعان بعضهما ويدفعان بعضهما للفوز بكل شغف، وكان يحققان انتصارات بالجملة، دائما الانتصارات وبعدهما حفلات ضخمة. المهم يعيشان حياة النجاح وحياة تحقيق الحلم. بعد فترة لم تعد العلاقة قوية كما كانت قبل النجاح، وإنما أصبح هناك بعض الغموض في علاقة كل من كولبي وماسفيدال، حتى أنه بطولة UFC كانت قريبة من فك العقد الذي يجمعها مع كل من ماسفيدال وكولبي، نظرا لأن هذين المقاتلين كانت لديهما بعض الخسارات، كذلك لا يجلبان المشاهدات الكافية. وأكيد سأضيف معلومة مهمة جدا، أن المقاتل الذي لا يجلب المشاهدات الكبيرة لUFC في الوقت الحالي فتقوم بتهميشه مباشرة، يعني المقاتل يجب أن يشتغل على شيئين: مستوى القتال أولا، ثم شخصيته وطريقته في إقناع المشاهد بشراء حقوق المشاهدة. البيبيفي هو الذي يحكم سوق الفنون القتالية المختلطة، والدليل كونر ماكغريغور مثلا، حتى لو خسر 1000 مرة يستطيع القتال على اللقب بكل سهولة، لأنه ناجح في إقناع الجماهير بشراء حقوق المشاهدة. ما فعله كولبي من أجل هذا الشيء هو أنه تحول لشخصية الشرير، أصبح شريرا حسب وصف الجماهير، يقوم بأفعال حتى لو لم تكن رياضية أو أخلاقية إلا أنها ساهمت في شهرته بشكل كبير جدا، حتى أنه أول شهرة له كانت على حسب البرازيل، قام بالاستهزاء بالبرازيليين وشتمهم، هذا جعل اسمه يظهر بسرعة عندما تقوم بالبحث عنه في متصفح جوجل. هذه الأمور وغيرها من خلال صراعات وأيضا أوصاف يقوم بوصف خصومه بها أدت إلى شهرته بشكل كبير جدا في أوساط محبي الفنون القتالية المختلطة. نعم، أقول لكم دائما شخصية المقاتل أيضا أصبحت تلعب دور ربما أكبر من مستواه القتالي، في حين ماسفيدال أيضا دخل في صراعات كبيرة جدا، وكانت أول شهرته بداية من أسرع ضربة قاضية في تاريخ بطولات UFC عندما قام بالانتصار على بين أسكرين في 7 ثواني فقط. هذا الأمر مكن ماسفيدال من الحصول على نزالات ضخمة وتحقيق أموال أكبر، كذلك حصل على فرصتين من أجل لقب الوزن نصف المتوسط. يتساءل بعضكم من البادئ بالعداوة، هل ماسفيدال أم كولبي؟ كولبي هو من بدأ بهذه العداوة. في برنامج للصحفي الشهير أريال حلواني رفقة ماسفيدال، قام بعرض مقطع لكولبي يقوم بشتم ماسفيدال. هناك الكثير من الأمور ربما وقعت في الكواليس لم يتطرقوا لها بشكل واضح لأسباب هم يعرفونها. لحد الآن ماسفيدال لا يصف كولبي إلا بالجبان، كذلك كولبي يقوم بوصف ماسفيدال بأبشع الشتائم. كولبي كان قد طرح عليه سؤال: أنت تخسر العديد من الأصدقاء، فأجاب: أنا لست هنا لجمع الأصدقاء، أنا هنا لجمع الأموال. وصراحة كل هذه الأمور كانت تسير في اتجاه واحد فقط، هو انتظار الجماهير لنزال بين ماسفيدال وكولبي. صدقوني، هل شاهدتم الضجة الإعلامية والضجة الجماهيرية حول نزال عثمان وماسفيدال أو عثمان وكولبي؟ كولبي وماسفيدال سيحققان مشاهدة أكبر من نزاليهما ضد عثمان، لأن كل من ماسفيدال وكولبي يبيعان التذاكر ويبيعان البيبيفي بشكل جيد جدا. لا أنقص من قيمة عثمان، لكن على المستوى الشخصية التي تبيع البيبيفي فأؤكد لكم بأن ماسفيدال وكولبي سيحطمان جميع الأرقام. على العموم، كل من ماسفيدال وكولبي وصلا لمراحل متقدمة جدا من النجاح. صراحة الأمر أشبه بفيلم سينمائي، تبدأ أنت وصديقك الرحلة نحو احتراف
الفنون القتالية المختلطة وتشتهران وتنجحان، ثم بعد ذلك ينتهي بكما المطاف إلى مواجهة بعضكما في نزال قوي ومصيري سيحدد مستقبلكما في الرياضة. وكأنهما يقولان بدأناها معا فلننهيها معا. الأمر مشوق للغاية. على العموم كما قلت لكم النزال ليس بالبعيد، النزال قريب جدا، يعني إذا نتكلم عن فترة شهرين فستمر بسرعة إن شاء الله. ماسفيدال ضد كولبي، من تتوقعون أن يكون الفائز ولماذا؟ أريد إجاباتكم من خلال التعليقات التي أستمتع بقراءتها. قبل نهاية المقطع، إذا أردت التوصل بآخر أخبار الرياضات القتالية ما عليك سوى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديدنا، كذلك وضع إعجابك بالمقطع لينتشر بين محبي القتال. كان معكم أمين، إلى اللقاء.